كيشوف ولايه كيما ولايه سكيكده، ولايه بتروليه، ولايه فلاحيه، ولايه جبليه، ولايه ساحليه، عندها الخير من كل جهه، من البحر، من البر، من الجبل، من الغابه، من الاراضي الفلاحيه، ولكن من الناحيه التنمويه ما زالت تعاني. ما يمكنش الولايه كيما هذه بهذه المقدرات وبهذا التاريخ تبقى تعاني. احنا برنامجنا فيه فرصه باش نستدركوا هذه النقائص، باش نرجعوا التوازن في التنمية والتوازن في توزيع الثروة والتوازن في العدالة الاجتماعية بين كل الجزائريين والجزائريات. فرصة للنساء، فرصة للمتقاعدين، فرصة للعمال، فرصة للمجاهدين، فرصة للنساء، فرصة لكل الطبقات الاجتماعية تعاني. هذا برنامجنا راه فرصة باش نخلصوا فيه البلاد من الإخفاقات اللي عرفتها في المسارات السابقة. أنا نقول لكم إخواني أخواتي، بارك الله فيكم على هذا الاستقبال، وإن شاء الله هتكون فرصة كبيرة أن نقدموا لكم برنامجنا، وأن تكون فرصة كبيرة أن نشرحوا لكم الوضع اللي راه فيه البلاد، وأنا حابين نوصلوا بالبلاد حتى تولي الدولة صاعدة إن شاء الله، حتى تولي الدولة عندها دورها في الساحة الدولية وفي الساحة الإقليمية.